لمتابعة آخر التطورات في الضفة الفلسطينية ينضم إلينا من جنين الزميل الصحفي زيد أبو عرة. بعد التحية زميلي، أطلعنا على آخر التطورات في الضفة الفلسطينية والتطورات كذلك في الخليل. صحيح عبد الرحمن، الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل مستوطنين وقطعنا المستوطنين اعتدوا على مواطنين في بلدة اللبن الغربية شمال مدينة رام الله، حيث كان المواطنون يقطفون الزيتون في منطقة قريبة من البلدة، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلية وقطعان المستوطنين بالاعتداء على المواطنين في هذه البلدة. حقيقة أن قطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال يحاولون تكدير العيش على الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. أيضا صباح اليوم أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد أحمد عويصة في وادي الفرع جنوب مدينة طوباس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال وادي الفرع وأطلقت النار عليه داخل المنزل على الشهيد أحمد. وبالمناسبة هو خرج من سجون الاحتلال قبل أقل من شهر، وقامت قوات الاحتلال باعتقاله جريحا ثم عاودت وتحدثت عن استشهاده نتيجة للتعذيب الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيين والمعاملة السيئة التي يتعرض لها الفلسطينيين. وذكر بيان الهيئة لهيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن 25 مواطنا تم اعتقالهم هذا اليوم من صباح هذا اليوم من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية، ووصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى أكثر من 11 ألف أسيرا في ظروف صعبة وصعبة للغاية يعيشها أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلية. حقيقة في عابة وعنين وظهر العبد وخربة الشيخ زايد شمال جنين، حتى هذا اليوم ومنذ 4 أيام قوات الاحتلال تحاصر البلدات في جنوب جنين وتقوم فقط بعمليات تخريب واعتقال وتنكيل في المواطنين واتخاذ بعض البيوت سكنات عسكرية في هذه المناطق. شمال الضفة كما جنوبها هناك إغلاق للطرق، وفي نابلس اليوم إغلاق وتشديد على الحواجز الأمنية بعد ادعاء جيش الاحتلال العثور على 8 صناديق من الذخيرة في أحد السيارات خلال التفتيش الروتيني في أحد الحواجز. واليوم يقوم الاحتلال بتفتيش الجوالات وتفتيش النساء وتفتيش الشباب على الحواجز. هناك من يلف على الحاجز 4 و5 ساعات لأجل قطع 200 و300 متر. حقيقة هناك ممارسات احتلالية صعبة من أجل تكدير العيش على المواطنين الفلسطينيين، من أجل تهجير المواطنين الفلسطينيين من أرضهم. الزميل الصحفي زيد أبو عرة كنت معنا عبر الهاتف من جنين، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.